باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كل عام وحضراتكم طيبين. أنا سعيد النهاردة أكون في نهضة العدرة في كنيستي في كنيسة ماري جرجس. أشكر محبة الآباء جميعهم الأعزاء إلى قلبي ومعلمينا وأحبائنا، والصلة دائما مع أباء الكنيسة لا تنقطع، سواء أنا أجي هنا هم بيجوا عندنا، ودائما التواصل مع الآباء الأحباء. أيضا سعيد أكون مع هذا الشعب الجميل اللي أنا عارف غالبيتهم. ربنا يبارك فيكم ويبارك في خدمة هذه الكنيسة. هنقرأ بنعمة ربنا من إنجيل معلمنا لوقا البشير الإصحاح السادس، ونحفظ الشاهد ده العدد 48. يقول كده: يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. والمجد لله دائما أبديا أمين. لوقا 6:48، السيد المسيح له المجد بيتكلم على البيت المسيحي المؤسس على الصخر، وده موضوعنا وهو أساس البيت المسيحي. يطالعنا أخبار أحيانا أن في عمارة انهارت وفي عمارة وقعت، وهنا في ميدان هليوبوليس في عمارة وقعت. صحيح ممكن تكون بفعل زلزال أو بفعل حاجة فيها، ولما يبحث المهندسين عن سبب سقوط هذا البيت أو هذه العمارة يجدوا أن الأساس بتاع البيت ما كانش مظبوط، ولهذا العمارة دي انهارت وسط عمارات تانية لم تنهار. وهذه العمارة اللي الأساس انهار فيها يدوروا يلاقوا أن الأساس ما كانش ثابت، ما كانش على صخر، ما كانش يتحمل الصدمات بتاع الحياة وبتاع العالم. كمان نلاقي بعض العمارات تنهار بعد 3-4 سنين، وفي عمارات تنهار بعد 20 سنة. قد يكون بفعل فاعل ان العمارة دي حد حب يعمل توسعة في شقة من الشقق وايه وشال عمود من الاعمدة. وساعات محلات تاخد شقتين على بعض ولا بنك ويوسع ويشيلوا اعمدة من عواميد البيت فينهار البيت. وساعات احمال تيجي فوق البيت ده، زي مثلا ناس يعلوا دور زيادة ما كانش يتحملوا البيت ولا يتحملوا الأساس، فالأحمال الزيادة تؤدي إلى انهيار هذا البيت. هناخد هذا المثل على الأسرة المسيحية، وناخد بالنا وإحنا بنتكلم. الأسرة ليها دراسات كتيرة وعلم مشهورة للأسرة، بس الأسرة المسيحية تختلف عن أي علم أسرة في العالم كله، لأن بنتحدث عن الأسرة المسيحية وأساس الأسرة المسيحية. السيد المسيح له المجد. أنا قريت قلنا من لوقا 6:48، نحفظ الشاهد الثاني ده إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 24:7. يقول كده السيد المسيح نفسه: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، اللي هيسمع أقوال السيد المسيح ووصايا السيد المسيح، وكل من يعمل بها أشبه برجل عاقل، يعني راجل عنده حكمة. والحكمة الكتاب يقول لنا إيه؟ أما من تعوزه حكمة فليطلب من الله. الإنسان العاقل: كل من يسمع أقوال السيد المسيح وتعاليم السيد المسيح ووصايا السيد المسيح ويعمل بها يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر. يبقى الرجل اللي هيأسس بيت مسيحي هيأسسه على وصايا السيد المسيح، وهيأسسه ويكون أساس ثابت لا يتزعزع مبني على الصخر. ما يهموش أي
آثار أو زلازل أو أي مشاكل تيجي لهذا البيت. فيقول فنزل المطر، جاءت الأمطار، وقعت على ذلك البيت السيول والأمطار، فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. ده السيد المسيح نفسه هو اللي بيقول كده. فتعالوا بينا نشوف ايه أساس البيت المسيحي الثابت من الكتاب المقدس زي ما قرينا، ايه الأساس الثابت اللي بتعلمه لنا تعليم الكنيسة، وبعدين نماذج من الكتاب المقدس، وبعدين أخطاء شائعة تؤدي إلى انهيار البيت برضو. فنلاقي إن الكنيسة وبإرشاد الروح القدس بتهتم بتأسيس سر الزيجة من أول ما يتقابل الخطيبين قبل الخطوبة، أول ما يبدأ التعارف. هنا نساء نحس ونشوف هل في أساس هيتحط ولا لا. أول حاجة أن يكون السيد المسيح هو الأساس. لما خطيبين لسه هيبتدوا يتعرفوا وبعدين يقولوا طب نصلي قداس من أجل هذا الموضوع، طيب نروح دير من الأديرة ونحضر قداس من أجل هذا الموضوع، نصلي في عشية من أجل هذا الموضوع، نصوم يومين أو ثلاثة من أجل هذا الموضوع. ده أساس بيتحط في هذه العلاقة اللي هتبني بيت بعد كده. لسه البيت ما طلعش بس ده أساس بيتحط. ثم تأتي مرحلة الخطوبة. قداسة البابا تودروس أطال الله حياته عمل قرار مهم جدا، إن ما حدش يعمل عقد خطوبة إلا لما يكون معاه شهادة مشورة. ما حدش يعمل عقد خطوبة وغير مسموح إلا لما يعمل وياخد دراسة وشهادة مشورة. صحيح في ناس خطأ بتاخدها في يوم يومين وأونلاين وبسرعة، المهم ياخد الشهادة، زي لما يقولوا مثلا كشف طبي للعروسين فناس تروح تجيب شهادة أي حاجة للعروسين. لكن لو درسوا شهادة حقيقية ودراسة حقيقية فدي لمصلحة هذه الأسرة. وبعض الناس لما يدرسوا في علم المشورة قبل الخطوبة يقولوا احنا الاثنين كويسين بس مش ماشيين مع بعض. مش ساعات ناس تلاقيهم كويسين، ده كويس وده كويس، بس الكيمياء مش ماشية بينهم وما يمشوش مع بعض. يعرفوا ديت من علم المشورة. لكن احنا قلنا خاصة بالمشورة الأسرة المسيحية كمان، مش علم بس وعلم مشورة بس، لكن لابد يكون أساس هو المسيح. فأساس بداية الخطوبة يكون في دراسة مشورة وخلو موانع طبعا، وبناء عليها تعمل عقد الخطوبة. أثناء الخطوبة لازم كل اتنين يكونوا صرحة مع بعض، صراحة مع بعض. يعني أنا أعرف واحد قعد خاطب شوية والكنيسة بتنصح الخطوبة لا تقل عن 6 شهور، خطب شهرين ثلاثة وقال لها احنا هنتجوز ونسافر أمريكا، فقالت له احنا ما اتفقناش على كده، بس قال لها امتى بعد الجواز؟ قالت له أنا مش عايزة هاجر، وانت لو كنت قلت لي من الأول أنا ما كنتش ارتبطت بيك ولا إن أنا عايزة هاجر من هنا. تخيلوا انها عملت مشكلة لانه كان جاله لوتري وجاله الهجرة وتسببت في انهيار هذا البيت، وبينهم طفلة، ولانه سافر وهي ما قدرتش وما كانش في مخيلتها ابدا انها تهاجر، وقررت ان هي تقعد في مصر وهو قرر ان هو يقعد في امريكا بسبب ان هم في الخطوبة ما صرحوش بعض بكل ايه تطلعات الواحد. في واحد عايز يسافر واحدة لا، وفي العكس. لازم في الخطوبة كل واحد وخطيبته يكون في مصارحة بينهم. ساعات الواحد يتجمل او البنت تتجمل وتبين صفات حلوة لحين لغاية الزواج، وده خطأ، لابد من المصارحة مع بعضينا. طبعا كل ده واحنا بنحط اساس يكون في المسيح. بفرح قوي لما الاقي الاب والام
للخطيب والأب والأم للخطيبة موافقين على هذه الزيجة وعلى هذا الارتباط. امبارح واحد جالي وقال لي احنا على فكرة انا وابني اتقدمنا لبنت من بناتك من الكنيسة واحنا فرحانين بيها، اسرتها فرحانة ايضا. استريح لما الاقي الاب والام للعريس والاب والام للعروس مستريحين، غير لو واحدة تقول ماما مش موافق عليه، بابا مش موافق عليه، او مامته تقول انا مش موافق عليها، ويظل صراع طول الخطوبة وضغط من هنا ومن هنا لغاية لما يتجوزوا وبعدين يكتشفوا ان في مشاكل. كل ما كان الست اشخاص، الخطيب وخطيبته وولي امره ومامته وهي ولي امرها ومامتها، الستة على وفاق وراضين بهذه الزيجة، هذه الزيجة بتستمر على طول. اهو ده اساس بيتحط مبني على صخر، وخاصة لو كانوا الستة ييجوا يحضروا قداس مع بعض قبل ما يروحوا في مكان، يروحوا دير، يروحوا عشية، يصوموا مع بعض، كل دي أسس لهذا البيت السعيد. إذن فترة الخطوبة هي فترة هامة للتعارف، والوالدين مش من حقهم يفرضوا خطيب أو خطيبة على ابنهم أو بنتهم. يقول كده قداس البابا شنودة الثالث ربنا ينايح نفسه، إنه هو الوالدين ليس من حقهم يفرضوا، يقولوا الرأي والنصح بالنسبة للخطيب، وممكن أنهم يعترضوا، لكن العكس أنهم ما يفرضوش حد معين على بنتهم أو يفرضوا بنت معينة على ابنهم، بتكون النتائج أساس مش مظبوط. قد تكمل الزيجة ولكن يظل بيت مهدد، زي البيوت اللي هي بيعملوا لها بقى كل شوية دراسة وإزاي نمنع تصدع هذا البيت، أهدية برضو محتاجة نعرف قوانين الكنيسة فيها. نيجي عند الدخول للإكليل. المجمع المقدس في السنة الأخيرة عمل تعهد للعروسين، وهذا التعهد هام جدا لكل بيت مسيح، وطبعا دوت بإرشاد الروح القدس. طب هو المجمع المقدس نكون ملزمين به؟ أيوة نكون ملزمين. عايز أقول لحضراتكم نحن نؤمن بثلاث حاجات، نؤمن بالكتاب المقدس، ونؤمن بالتقليد أي هو تعليم الأباء الرسل وتعليم الممتدة لغاية الآب البطريرك والمجمع المقدس، وكمان نؤمن بالمجامع المسكونية الثلاثة اللي هي مجمع نقيا 325 ميلادية، ومجمع القسطنطينية اللي هو 381 ميلادية، ومجمع أفسس 431 ميلادية. إيماننا مستمد من ثلاث حاجات، طبعا وصايا المسيح والكتاب المقدس، لكن في حاجات مش مكتوبة في الكتاب المقدس، زي مثلا صلاة الإكليل، هل مكتوبة في الكتاب المقدس؟ صلاة المعمودية، طقوس الكنيسة، الأصوام ومدتها وتبدأ إمتى وتنتهي إمتى، مش مكتوبة في الكتاب المقدس. عندنا المبادئ زي مثلا الصوم، السيد المسيح صام 40 يوم، موسى النبي صام، إيليا النبي صام 40 يوم، التلاميذ كانوا يواظبون على الصوم والصلاة بنفس واحدة، عندنا الأساس. طب والتفصيل؟ عارف زي ما يقولك إيه الشرح في الملحق، أهو الملحق ده بقى عندنا التقليد، هنرجع هو احنا هنصوم من امتى لامتى. وبعض الناس بتزود على طقوس وتقاليد الكنيسة، يعني صوم العذراء، واحنا في صوم العذراء بركة شفاعتها وقوتها ومعونتها تكون معانا. المفروض في طقس الكنيسة هو اسبوعين، في ناس بتصوم ثلاث اسابيع بتزود. طقس الكنيسة نصوم من الدرجة التانية في اكل سمك، في ناس تقول لا انا ما متعود ما اكلش سمك، حتى لو مش نادر بس طلع ونشأ كده في أسرة ما بيأكلوش سمك في الصوم، في أسرة بتصوم بمية وملح، ده فوق اللي الكنيسة كمان طلباه. لكن التقليد هو ما تسلمناه من الأباء الرسل لغاية المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا أطال الله حياته. فوضعوا لينا بعض
الوصايا الهامة في التعهد ده. والتعهد ده بنقراه في بداية الإكليل أو بعض الإبروسيات بعد وصية العروسين. شوفوا بيقول إيه عشان نشوف الأساس اللي هنحطه. نتعهد أمام رب الأرباب وأمام ملائكته وقديسيه وأمام مذبحه المقدس بأن نحيا حياة زوجية مسيحية. يبقى إذن مش بس حياة زوجية زي أي نموذج في العالم نقول فيه فلان وفلانة في حتة أجانب كده متجوزين، لا، إحنا هنحيا حياة زوجية مسيحية، أي اللي السيد المسيح وصانا عليها. كل من يسمع أقوالي ويعمل بها هيبني بيت مؤسس على الصخر كما يحق لإنجيل المسيح. يبقى إذن الحياة المسيحية اللي بنتعاهد بيها كما يحق لوصايا المسيح، كما يحق لكل ما يطلبه منا المسيح، مش بس وصايا العالم، لا، ده إحنا حالة خاصة. أن يحرص كل منا على خلاص نفسه وخلاص الآخر، يعني بتدور أهم حاجة أن إحنا نصل لحياة أبدية. ما هو غاية الإيمان هو الحياة الأبدية، وغاية خلاص النفوس هو إيه؟ الحياة الأبدية. فمش واحد يدور على نفسه ويسيب زوجته، أو هي تدور تروح الكنيسة ومنتظمة وكده وسايبة زوجها ما لا يصوم ولا يجي الكنيسة ولا يعرف ربنا. لا، إحنا ملزمين ونتعهد أمام الله كل منا حريص على خلاص نفسه وكمان خلاص ونفس الآخر. أن يكون بيتنا بيت صلاة وبيت طهارة وبيت بركة. مش بنصليها في كل قداس؟ نقول ايه؟ بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. بيوت صلاة، في صلاة فردية، في صلاة المخدع، في صلاة المذبح العائلي، او صلاة في الكنيسة، صلاة جماعية. بيوت صلاة هنصلي باستمرار. اما انا وبيتي ايه؟ نعبد الرب. ده اساس بيتحط عشان نضمن ثبات هذه الأسرة. بيت صلاة وبيت طهارة وبيت بركة، عملا بقول الكتاب أما أنا وبيتي فنعبد الرب. نتعهد بأن نثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، ودي تعهد الكنيسة لها طقوسها وعقائدها، والطقوس تخدم العقيدة وتخدم اللاهوت، وكل حاجة بنعملها في الطقوس، والطقوس معناها نظام أو ترتيب، هو خدمة للعقيدة. فما لا نتهاون في طقوس الكنيسة، سواء الأصوام، سواء هتروح تصلي فين، فين المكان اللي هتزوره، أنت حريص على عقيدتك وعلى كنيستك وطقوسها والتعليم بتاعتها. إذا كنت هتبقى حريص عليها فأنت بتتعهد أنك تحترم قوانين الكنيسة ونحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها. هنا بقى بيت مسيحي مؤسس على الصخر. خدوا بالكم كل واحد في نقطة بقولها يراجع نفسه، وهي تراجع نفسها، يا ترى أنا بعمل بهذه الوصايا، بعمل أنا في هذه الوصايا في بيتي عشان بيتي يكون مؤسس على الصخر؟ وإذا ما كنتش بعمل الحق اعمل. ما هو البيوت لما بيلاقوا أساس ضعيف بيعملوا له تقوية ويقووا البيت ويقولوا أصل ده عشان حتى لا ينهار هذا البيت. هكذا نحن أيضا نتعاهد بأن يبذل كل منا نفسه في سبيل إسعاد الآخر، ودي نلاقيه في وصية العروسين. أن يسلك منا كل منا تجاه الآخر بالمحبة والتسامح والأمانة والصدق وطول الأناة. كلها دي إيه؟ ثمار الروح القدس، المحبة والفرح والسلام وطول الأناة. طب وثمار الروح القدس هتيجي منين؟ الشجرة هتطلع الثمرة إلا من إيمان قوي يطلع هذه الثمار. كل واحد يراجع نفسه، يا ترى أنا في أسرتي وأولادي بنتعامل بالمحبة والتسامح والأمانة والصدق وطول الأناة؟ قد يكون حاجة واحدة منهم تضيع البيت. يعني مثلا لما بنقول بيوت طهارة، لو إنسان عمل أي خطية في الخارج يحصل له مشكلة في البيت. كان عندي واحد بيعترف عندي، كان يقول أنا جاي اعترف، أنا عارف أنا أخطأت إلى الله وربنا عاقبني وجالي مشكلة في البيت، وأنا عارف سبب المشكلة مش المشكلة اللي في البيت.
المشكلة أن أنا أخطأت إلى الله بره وفي الخارج. واحد تاني يجي يقول أنا بقر أن أنا أخطأت، عشان كده أنا بلحق قبل ما ربنا يعاقبني جوه البيت. ما هو في طهارة المخدع وطهارة النفس. إحنا لما نتناول بنصلي نقول يا رب اجعلنا مستحقين أن نتناول من قدساتك، إيه؟ طهارة لإيه؟ لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. فكروا كده إزاي طهارة النفس، طهارة الروح. كل واحد يفكر إزاي هيطهر النفس والروح. والله فحص القلى والكلى والقلوب، تأكدوا أن كل خطية الإنسان يعملها برا البيت يلاقي مشكلة جوه البيت. عدم طهارة وعدم نقاوة برا البيت، سواء حاجة مادية، حاجة جسدية، حاجة أي نوع من الخطايا، يلاقي بيته بيتهز وبيته بيتزعزع. لكن حينما يسير الإنسان في طريق الرب يكون بيته مؤسس على الصخر. وأن نهرب بكل حكمة من فساد هذا العالم. لا شك العالم يموج بطيارات مختلفة وأفكار مختلفة. اوعوا تبصوا للعالم المتقدم على أنه عنده أفكار سليمة. مش بيجيلنا من العالم المتقدم أحيانا حاجة زي المثلية مثلا، أفكار كلها شريرة وأفكار غير الكتاب المقدس. ما هو الدول المتقدمة في العلم، الإنسان بيعمل العقل عن الإيمان، فيبتدي يطلع بأفكار تشت عن ربنا. معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل كولوسي الإصحاح الثالث كتب الرسالة كلها لأهل كولوسي سنة 62 ميلادية. وكتب الرسالة ليهم ليه؟ كانت كولوسي دي في تركيا، الآن قرية صغيرة اسمها كوناس. كانت كولوسي مدينة عظيمة زي ما يشهد بيها المؤرخين. هذه المدينة العظيمة طلع فيها فلسفات، هذه الفلسفات أضلت الشعب عن الإيمان، لأنها مدينة عظيمة زي ما بقول لكم الدول المتقدمة أن الواحد يعجب بيها. مش كل الأفكار بتيجي منها تصلح للبيت المسيحي. أنا مش بيت زي أي بيت. وبعد كده ظهر حاجة عندهم زي الغنوسية. إيه الغنوسية دي؟ الغنوسية دي بدعة ظهرت 200 ل 300 سنة، وهو عمل رسالة عشان البدعة دي. إنهم قالوا إحنا نعمل العقل وكل حاجة لازم نفكر فيها ونعقلها، ودي عكس الإيمان. الإيمان وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته لأهل العبرانيين. قالوا إحنا نفكر بالعقل ونحسبها، وشتوا بقى في الإيمان. قالوا إن المسيح مش هو ابن الله، وإن الملائكة دي أعلى من السيد المسيح. طب إذا كنا إحنا في أحد الشعنين نقول الجالس فوق الشاروبيم فوق رؤساء الملائكة، فازاي هم يقولوا ده الملائكة أعلم السيد المسيح؟ وقالوا إن الإله ده في إله للعهد القديم شرير، وفي إله للعهد الجديد خير. وحرموا الزواج، شوفوا سر الزواج اللي بنحكي عليه، وحللوا الزنا. ما هو قالوا كل حاجة احنا نحكمها بالعقل. فبولس الرسول رد عليهم وقال لهم ان حجر الزاوية هو السيد المسيح، هو ده البيت اللي اتبني عليه الصخر. عشان كده العلماء والابائيين يقولوا اوعى تسرح في اللاهوتيات بالعقل زيادة عن اللزوم. تفكر عقلنا محدود. هو حد فينا شايف خارج هذه الكنيسة دلوقتي؟ حد سامع ايه اللي بره؟ احنا الواحد يتهالوا انا ياما هنا ياما هناك، وهو محدود. فكل واحد لا يعمل العقل زيادة عن اللزوم، نفكر ونسأل، ولو في سؤال ندور على إجابة، لكن دون أن يخل بالإيمان. لازم الاثنين متوازنين مع بعض. فهكذا الإنسان برضو لا يخل بحياته بالتفكير العقلي، لدرجة أن الآباء يقولوا أن اللغة قاصرة عن التعبير عن اللاهوتيات. اللغة قاصرة عن التعبير عن اللاهوتيات.
وديكوا مثل، احنا مثلا الخمر في اللغة العربية مش اسمها خمر؟ طب ايه فرق الخمر الجيدة من الخمر المسكرة؟ الاتنين اسمهم خمر، والأبركة نقول خبز وخمر، وتتحول فعلا لدم السيد المسيح. اللغة العربية قاصرة في التعبير عن نوع الخمر. عشان كده لو رجعنا، ادي بس احد الامثلة، يعني لو رجعنا في العهد القديم عايزين نعرف المرجع نرجع للغة ايه؟ العبرية. لو رجعنا اللغة العبرية نلاقي ان الخمر دي ليها كلمتين، يايين وتيروش. يايين خمر مسكر، زي بعض القصص في الكتاب المقدس، زي بنات نوح مثلا، وكانوا في سكر بيايين مسكر. وفي تيروش، تيروش دوت عصير عنب طازج غير مختمر غير مسكر. يبقى لما نقرأ الكتاب باللغة العبرية هيجي فيه كلام، يبقى يايين أو تيروش. أنا في اللغة العربية خمر وخمر، والسيد المسيح حول الماء لإيه؟ لخمر، بنقولها باللغة العربية. لكن هي باللغة العبرية لا، مش يايين، ده تيروش. في اللغة اليونانية عصير عنب طازج هي أوينوس. ولما مثلا بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس قليل من الخمر يصرح المعدة، اهي باللغة العربية خمر، ما فرقتش ايه نوع الخمر، لا هي قليل من أوينوس، اي عصير عنب طازج. عشان كده الراجل اللي في العرس للسيد المسيح حول ماء الخمر قال للعريس ازاي انت تخلي عصير العنب الطازج هو اللي في الاخر، والناس بتقدم الخمر الدون تقدمه في الاخر بعد ما الناس، لكن انت خليت عصير العنب الطازج. اهي بس كلمة اوريكم ان كلمة قاصرة عن التعبير عن الحالة. يبقى انا عشان كده الأبركة ديت أوينوس أو تيروش عصير عنب طازج، لكن في اللغة العربية خمر. وهكذا في بعض الكلمات الفاصلة لا تستطيع اللغة أنها تعبر عنها. تعهد العروسين، نتعهد ألا تكون الماديات سببا في اختلاف بيننا بأي صورة، ونكون راضين ومكتفين. ساعات أسرة الزوجة ترهق زوجها بطلبات تخلي البيت ينهار ماديات، أو العكس. أنا أتعامل بحكمة وحب تجاه أسرتها، كل ما فيه حب وود بين الاتنين حتى لو اختلفوا فإن هما ممكن إيه يرجعوا تاني. على حكاية الاختلاف، أنا عملت بحث مرة عن الأزواج والزوجات، تلاقي فيه زوج وزوجة سعدة باستمرار، انت فين انت فين، انا مستنيك انا مستنيكي، انا هنخرج مع بعض انا جاي، ودايما مبتسمين وتلاقوهم مبتسمين على طول. وفي ناس تانيين لا، في خلاف بينهم وفي زعل وفي خصام. عملت بحث لقيت ان كل الازواج اللي هم ما بيتخصموش هم دول السعداء. فسألت ناس في هذا البحث وكل واحد سألوا انتوا بتتخصموا؟ فيقول لا ابدا. هي تقول احنا ممكن نختلف، وارد الاختلاف، احنا انا عايز امشي كده، لا انا عايز امشي من الناحيه دي، ونختلف، الهدف واحد بس اختلفوا. فهي تقول انا اساله بعد نص ساعه من المشكله، تشرب شاي؟ يقول اشرب شاي. تشرب ليمون؟ اشرب ليمون. خلاص خلص، ما نقعدش ايه نفتت في الموضوع ونناقش ونأنب في بعض. مش شطارة ان واحد يكتشف ان هي زوجته اخطأت في كلمة ويفضل يتكلم فيها، او هي العكس وانت قلت وقلت وقلت، مش دي شطارة. الشطارة ان احنا نسامح وان احنا نعدي هذه العقبة في حياتنا الزوجية حفاظا على اساس البيت. فالكنيسة بتبدأ بهذا التعهد. نلاحظ من طقس الكنيسة الجميل انها اول حاجة ترشم الدبل بالرشومات الثلاثة باسم الآب والابن والروح القدس.
في زمرود بندكراتور امين، ونصلي يا ابانا الذي في السماوات، ونصلي امام مذبح المقدس هذين العروسين، ونصلي على الدبل، بعد كده نصلي على الثياب. والثياب ديت الزوجه بتلبس شامله كده على كتفها حفاظا عليها، وايضا الزوج بيلبس برنس. البرنس ده زي برنس الكاهن، لانه هيصير كاهن الاسره ومسؤول امام الله ان هو كاهن الاسره. يعني هيجي ليله القداس يقول لها يلا وضبي الاولاد، بكره هنروح الكنيسه، بكره هنصلي قداس في الدير، بكره هنروح عشيه في نهضه في الكنيسه هنروح. خدوا بالكم ان حضور اجتماعات او نهضات هو درس خصوصي، ده درس زي الطلبة بياخدوه في السنتر، ومدارس الأحد هو درس خصوصي للأولاد في الحياة المسيحية. وسعيد هو الإنسان اللي هو مسافر يعدي على دير يحضر في المكان اللي راحه كنيسة، أو كنيسة أثرية يروح، أو مصر تباركت برحلة العائلة المقدسة يزور الأماكن المقدسة. حتى احنا في الاجتماعات لما بنروح رحلة هو يوم مع الرب يسوع، ان الواحد يكرسه لربنا. بعض الناس مثلا لما يبقى رايحين مرمينا والطريق ياخد 3-4 ساعات في الباص، يطلع جورنال ويقعد يقرا الجورنال عشان على ما نوصل الدير. طب اقول له ده يوم مع الرب يسوع هناخده في الصلاه وفي التسبيح، وانسى العالم وتخليك يوم مع الرب يسوع. ونلاقي ان العروسين بيلبسوا الدبل في ايدهم الشمال رمز للقلب، ونصلي من رسالة معلمنا بولس الرسول لأفسس إنه كما أحب المسيح الكنيسة هكذا يحب الرجل امرأته، ونصلي من الإنجيل معلمنا متى البشير إن ما جمعه الله لا يفارقه إنسان. سؤال: إمتى بيحل الروح القدس في سر الإكليل؟ أنا بسألك سؤال، إمتى بيحل الروح القدس في صلاة الإكليل؟ في المعمودية ده سر بيحل الروح القدس في وقت معين، في سر التناول بيحل في القداس وقت معين. امتى بيحل الروح القدس في صلاة الإكليل؟ مين يقولي؟ اللي هما بيلبسهم الدبل وهما، ايوه برافو، لما احنا الاكاليل بنصلي عليها ونحطها على راسهم ونقرب رؤوسهم من بعض، حتى بنقول للشعب اللي قاعد لو سمحتوا اقفوا لان دي اقدس وقت في صلاة الاكليل. بنصلي كللهما ايها الاب امين، باركهما ايها الابن الوحيد امين، ونحط الصليب على راسهم. قدسهما أيها الروح القدس. يبقى الدبل صلينا بالآب والابن والروح القدس، حل عليهم الروح القدس وقت بعد ما لبسوا الأكاليل، لأنه جعلنا ملوكا وكهنة ولبسين البرنس والثياب الروحية، والروح القدس يحل عليهم. نيجي لنقطة مهمة بعد كده برضو من تعليم الكنيسة، وصايا الزوجين. وصايا الزوجين، الوصايا في آخرها زي بعض لكن أولها مش زي بعض. آخرها نقول إيه؟ إذا اتبعت جميع الأوامر أخذ الرب بيدك ووسع في رزقك يرزقك أولاد مباركين يقر الله بهم عينيك. وهي في الوصايا بتاعتها إذا اتبعت جميع الأوامر أخذ الرب بيدك ووسع في رزقك يرزقك أولاد مباركين يقر الله بهم عينيك. بس الوصية للزوج غير الزوجة. نلاقي الوصية للزوج مختلفة عن الزوجة، ونبتدي به هو: يجب عليك أيها الابن المبارك المؤيد بنعمة الروح القدس أن تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة. في واحد ناوي ينتقم من مراته بعد الجواز، أصل باباك عمل إيه معايا، أصل أنتوا أسرتك عملوا إيه معايا، وداخل على انتقام. هل دي أساس بيت مسيحي؟ نية خالصة ونفس طاهرة، وقلنا طهارة وقداسة السيرة والحياة والقلب والنفس، وقلب سليم
ما فيهوش تشوهات. القلب ده مش جزء بيحب وجزء بيكره، جزء فيه روح الانتقام وجزء فيه محبة. تجتهد فيما يعود لصالح، يعني ابذل كل جهدك، كل جهدك مش جزء منه، فانت لصالحها. وتكون حنونا عليها، وكلنا بنسمع الوصية دي، حنونا عليها. الحنية دي دايما نقول دي صفة من صفات المرأة، ونقول الأم الحنونة، صح؟ حتى الحيوانات نشف نقول الأم، والنسية الأم رضيعها، أنا لا أنساكم. لكن الكنيسة بإرشاد الروح القدس بتطلب الحنية من الزوج على أساس أنها طبيعي موجودة في الزوجة، فتطلب منه تكون حنين عليها، ما تقولش أكسرها، ما تقولش أنا أحطمها. وبعض العبارات اللي بيتعلمها بعض الناس أن بعد الزواج مباشرة لازم تعلم زوجتك تمشي على كلامك، لازم إيه بعض الوصايا كده العالمية، فتكون حنونا عليها، تسرع إلى ما يسر قلبها، تفرح. ما أنت صرت المسؤول عنها بعد والديها. أنت ماما وبابا كانوا بيعملوا لك عيد ميلاد، أعمل لك عيد ميلاد. كانوا بيودوك مصيف، أوديك مصيف. كانوا بيفرحوك بكذا، أنا فرحك وأكتر كمان، سواء مع بعض هم أو مع الأسرة كلها. وقد تكللتما فأنت اليوم المسؤول عنها بعد والدي، وحلت عليكما نعمة الله. ونيجي بقى للحتة الأخيرة، إذا اتبعت جميع الأوامر أخذ الرب بيدك. نيجي للعروس عشان الوقت. وأنت أيتها العروس السعيدة قد سمعت ما أوصي به زوجي، يجب عليك أن تكرميه. وصايا تانية خالص بقى، مش تجتهد في عدل صالحها وتكون حنونة، لا، ده تكرميه. بعض الأزواج أول ما يتجوزوا الناس بتزورهم تبارك لهم، يقعدوا ينقضوا بعض قدام الناس. هي تقول ده هو ما بيعرفش ينقي ألوان، عنده عمى ألوان، أنا اللي بنقيله لون الكرافتة لون البدلة. اسألوه كده ما يعرفش في الألوان، صح؟ ويهزقوه قدام الناس. هو يقول بصوا ده ما بتعرفش تطبخ وحرقت صينية البطاطس، وادي الأكل اللي هتاكله منه بصوا شكله إيه. طب بعد ما الناس تمشي وقفلوا الباب يبصوا لبعض كده، قللوا من قيمة بعض قدام الناس أو حتى بينهم وبين بعض. هل ده يعمل أساس لبيت مسيحي في الأسبوع الأول لسه بعد الزواج وبعد شهر العسل؟ فإذا العروس عليها واجب مهمة إنها تكرم زوجها. تهابه يعني تعظمه وتفخمه وما تقللوش، سواء بينها وبين بعض. دايما أقول إيه، لو ملكة وهزأت الملك، ملك وهزأت الملك، سواء قدام الناس أو بين بعض، هل هذا يليق؟ فهكذا هو لبس إكليل، جعلنا ملوكا وكهنة، وهي لبست إكليل أيضا. بل زيتي في إطاعتي على ما أوصي به أضعافا. فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك وبعد والديك، وهو على التزامات طبعا. يجب عليك أن تقابلي بالبشاشة والترحاب، أول ما تستقبله بالبشاشة والترحاب. وبعض الزوجات أول ما زوجها يدخل من الراجع من الشغل تديله إيه كلام صعب، انت عملت كده امبارح وانت الصبح وانا بكلمك في التليفون وانت جاي متاخر واحنا رايحين مشوار ورايحين نزور ناس وانت دايما كده، وكلام صعب. استني عليه شويه لما يستريح لما ياكل، وبعدين قولي له بعض الكلام الغير جارح عشان تلفتي نظره لبعدين. ما هما بيحطوا الاساس بيلاقوا زلطايا كبيره يشيلوها، يلاقوا حته مش مناسبه يشيلوها، بس الأساس عشان يتحط لابد يكون فيه بين الزوجين هذه الوصايا. تستقبلي بالبشاشة الترحاب، لا تضجري في وجهه، ما تزعقيش في وشه ولا تعلي صوتك عليه، لا تضيعي شيئا من حقوقه عليك. طب انت عملت كده انا مش خارجة معاك، طب انا مش رايحة عند مامتك وباباك، دي حقوق كان لازم هي تعملها. وعن الحما والحماوات، احنا قلنا ان لابد احترام الوالدين، وهقرا لكم حته مهمه جدا لوصايا احترام الحما والحما. اعرف حاله كانت
مش بتخلف مدة 4 سنين وبعدين جت تعترف، طبعا مش بقول أسماء، فقالت أصل أنا من يوم ما اتجوزت كمان على فكرة مش بحب مامته وباباه ومش بروح عندهم، بس أنا مش بمنعه، هو يروح براحته بس أنا ما روحش. قلت لها طيب مادام بدأتي اعتراف ومادام بدأتي في طريق المسيح ما ندخل الحب بينكم، وهل فكرك زوجك مبسوط وهو رايح عند مامته وباباه من غيرك؟ هل هو مبسوط أن يحضر ليلة عيد عنده من غيرك؟ فأنت قدمي محبة، ابدأي باتصالات تليفونية ثم زيارات، وما تطوليش في الزيارة في الأول لغاية لما تاخدوا على بعض، لأن من يوم اتجوزوا فاتش شهرين وقالت أنا هعمل كده يا ابونا، شهرين بعد ما حسنت العلاقة وبدأت تزورهم بقت حامل، والقصة دي بقى لها سنين وعندها كذا عيل دلوقتي. الله يعطي بركة للبيت الذي يتبع الوصايا، وده مؤسس على صخر. إذا في كمان بركات غير الطب وغير الحياة اللي بنحياها، بركة الرب هي تغني. وبعدين لا تضيع شيئا من حقوقك تتقي الله، لأن الله أوصاك بالخضوع له، ده ربنا طلب كده، أمرك بطاعته بعد والديك، كوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. وفي ستات بتزعل من الوصية دي، وكانت تخاطبه يا سيدي، تخاطبه يا سيدي هي برضو تكرميه ماي لورد، بتعظمه بتفخمه. وكانوا زمان لما يسألوها فين زوجك تقول سيدي موجود بالخارج أو خرج، آدي تعظيم وتفخيم للزوج وليس فيها تقليل من شأن الزوجة. ما هو إذا كان الزوجة بتطيع زوجها لكن هي التاج اللي على رأس الزوج، فهي علاقة متبادلة بين الاثنين وليس فيها تقليل من شأن الزوجة هذه الوصية. فنظر الله إطاعتها له وبارك عليها، أعطى إسحاق بعد الكبر وجعل نسلها مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. شوفوا قد إيه هي أمنا سارة حملت وولدت، كان عندها كم سنة؟ 90 سنة. طب هو الطب بيقول ممكن واحدة في سن 90؟ طب اليصابات لما الكتاب نفسه شاهد وقال كانت عاقر، ده بشهادة الكتاب المقدس والملاك هو بيقول، قال له زوجتك العاقر، ولكن ربنا قادر فوق الطب وفوق الطبيعة ان هو يعطي بركة لهذا البيت ويعطيها هذا النسل اللي قلنا عليه. فإذا سمعت ما أوصيناك به واتبعت جميع الأوامر، بقى نفس إيه العبارة. يبقى إذا قلنا فيه تعاليم من الكتاب المقدس، والنقطة الثانية تعاليم من الكنيسة، وبعدين هاخد نموذجين بس مش هطول على حضراتكم من الكتاب المقدس. في سفر طوبيا الإصحاح العاشر، سفر طوبيا يا ريت بقى نرجع نقراه. انتوا عارفين طوبيا لما راح والملاك رافائيل مشي معاه وراحوا واتجوز البنت اللي كان عندها 7 أزواج بيموتوا، فالملاك رافائيل قال له ايه؟ ودي وصايا من الله، قال له 3 أيام صوموا وصلوا. وفي ناس الى اليوم يبدأوا حياتهم ب3 أيام طوبيا. ايه 3 أيام طوبيا؟ ان هم بعد ما يخرجوا من الاكليل مش هيروحوا بيت واحد، ده يطلع على دير، هي تقعد في حتة ويقعد في حتة، 3 أيام صوم وصلاة وبعد كده يتقابلوا ويبدأوا حياتهم، تمام؟ وكمان لدرجة ان باباها حفر مقبرة استعدادا عشان طوبيا لما يموت يدفنوا فيها. ولما ربنا اداله العمر بعد 3 أيام طوبيا طلب انه يرجع لأبوه، فأبويها شوفوا وصوها وصية هامة خالص. الوصية دي بيقولوا لها ايه؟ أقبل الوالدان على ابنتهما يقبلنها ثم صرفاها وأوصياها. أول حاجة أن تكرم حمويها، إكرام الايه؟ الحمى والحماة. ما حتى بالإنجليزي mother in law father in law. يبقى أول وصية في سفر طوبيا لما حب يوصوا بنتهم
اللي هتسافر ومش هيشوفوها تاني مع طوبيا كانت انها تكرم حمويها وتحب بعلها. حطوها نمرة اتنين انها تحب زوجها وتدبر عيالها، تكون تاخد بالها من عيالها وتسوس بيتها، تدبر البيت اقتصاديا. المرأة هي وزيرة اقتصاد تمام. بعض الازواج خطأ او ما يتجوزوا كل واحد يخبي عن التاني هو عنده ايه وحسابه ايه في البنك، ايه مرتبه، ويفضل كده طول عمرهم. ولكن لما يبقوا الاتنين مع بعض وفي ظرف واحد وهما الاتنين يصرفوا، والست هي وزيرة اقتصاد ناجحة، هي اللي تتصرف في البيت وهي اللي بتكمل. حتى لما تلاقي ان المصروفات زادت مش هترهق زوجها بطلبات بعد كده، غير لما هو اللي بيصرف ويقول لا انا اللي اصرف على البيت، ويبقى البيت تسوس بيتها وتحفظ نفسها غير ملومة. وصوها خمس وصايا دي: تكرم حمويها، تحب بعلها، تدبر عيالها، تسوس بيتها، وتحفظ نفسها غير ملومة. ادي الشهادة من الكتاب المقدس. الحاجة قبل الأخيرة، ان معلمنا بولس الرسول لما اشرت في رسالته لأهل كولوسي عن الغنوسية وتحدث في الإصحاح الثالث وصايا للأسرة المسيحية، قال ايه معلمنا بولس الرسول؟ كلم النساء وكلم الرجال وكلم الأولاد. قال: أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا كما يليق في الرب، زي الوصية اللي الكنيسة بتقولها. يبقى تعليم الكنيسة هي مستمدة من تعليم الكتاب المقدس. أيها الرجال أحبوا نساءكم، ما تحبش حاجة تانية، ما تحبش المال أكتر من مراتك، ما تحبش حاجة في العالم أكتر من مراتك، أحبوا نساءكم ولا تكون قساة عليهم. لا تكون قساة، تكون حنونا عليه. نفس وصايا اللي بنقولها في الإكليل. يبقى طقوس الكنيسة وتعاليمها هي من وصايا السيد المسيح اللي هو قال لنا في الأول، زي ما قريت لحضراتكم من متى البشير، وقال لنا في الإصحاح 24: من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر. نزل المطر، نزل جاءت الأنهار، وقعت على البيت، لم يسقط. ليه؟ لأنه مؤسس على الصخر. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. الأولاد ياخدوا بر. ساعات يجي لي ولد يقول لي: على فكرة أنا زعلان مع بابا ومع ماما ومع أصحابي ومع أخوي. أقول له: لا استنى، ماما وبابا دول درجة عالية، مش زي أصحابك وزي قرايبك ولا زي زمايلك في المدرسة. اختلف مع أي حد، بس إلا ماما وبابا دول درجة. أكرم أباك وأمك لكي تطول حياتها أيام حياتك على الأرض. إذن اللي يضع مامته وباباه في درجة عالية فإنه هو ده ياخد بركته. وده اللي بيقول لنا في الكتاب: أطيع والديكم كل شيء، مرضي عند الرب. أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. لا تغيظوا أولادكم. بعض الأباء والأمهات يتريقوا مثلا على أولادهم، يقولوا للولد إيه؟ أنت غبي، أنت ما بتفهمش حاجة، أنت ما تعرفش حاجة. ويذاكر: ما أصل قلنا لك أنت غبي، ما يعرفش سؤال يجاوبه، قلنا لك أنت جاهل. أم الولد لما يروح المدرسة والمدرس يسأله سؤال يقول له: يا ابني جاوب على السؤال ده، هو في ذهنه أنه هو إيه؟ غبي، وأنه هو جاهل، وأنه ما يعرفش حاجة. فقول له: ما عرفش. يا ابني فكر، يا ابني ده سؤال بسيط خالص، ده الأصغر منك يجاوبوه، بس هو في ذهنه ترسب أنه هو جاهل وأنه هو غبي، وتظل معاه حتى لما يكبر ما يعرفش ياخد قرار صحيح. ما هو مش أنه هو غبي وأنه هو جاهل. أهدي لا تغيظوا أولادكم. يبقى في وصايا الكتاب دي أساس يتحط في بناء البيت المسيحي المتين، لأن إذا قلنا في بعض العمارات بتنهار ولكن عمارات تانية ثابتة وراسخة مثل الصخر. آخر حاجة: أخطاء شائعة. بعض الناس يخلوش الأولاد يصوموا، أصل أبونا الولد في الإعدادية، معلش نديله حل عشان عايزين يجيب مجموعة.
بعد شوية بقى في الثانوية، أصل أبونا الولد في الثانوية ودي حاجة مصيرية فبلاش يصوم والأم تشفق على ابنها أو بنتها وما يصومش. طيب لما ولد يطلع صغير ويكبر كده، هل يا ترى ده لما يتخرج ويتجوز هيبدأ يتعلم الصوم؟ خلاص ما هو ما تعلمش. فدي أخطاء شائعة، أنت بتهد حياة روحية مقابل نواحي مادية ونواحي علمية، وقد يكون ناجح علميا جدا ولكنه بعيد عن الله تماما. ليه؟ لأن الأم من وهو صغير ما زرعتش فيه ولا الأسرة إن هو يقدس الصوم، وإن ده بالعكس يا ابني هيكون سبب بركة لحياتك. والإنسان لما حتى وهو صغير، النهاردة التواصل الاجتماعي العيال في سن ابتدائي زي ثانوية عامة زمان وإحنا صغيرين في ابتدائي تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، زي يعرفوا في الحياة زي ثانوية عامة، سن إعدادي زي متخرجين زمان. طيب اللي هيقوده دلوقتي التواصل الاجتماعي ولا ما يكون صايم ومع الصوم الصلاة، ومع الصوم والصلاة يجي الكتاب الكنيسة؟ فهنا بنحط أساس لمستقبل لبيت مسيحي آخر، أولادنا لما يكبروا ويتجوزوا هيمشوا على نفس المنوال ونفس الطريقة. الخطأ الأخير هو عادة منتشرة سيئة للأسف الشديد، وهي عادة الخصام. ناس تتخاصم، قلت لحضراتكم ان عملت بحث الأسرة السعيدة ما بيتخاصموش، وفي ناس يتخاصم باليوم باليومين بالشهر بالشهرين، في ناس يظل الخصام سنة. مش بيوصل لكده؟ مش بيوصل بعض أزواج سنة وكل واحد يروح الكنيسة في السنة دي وكل واحد بيتناول ويقول لأب اعترافه إذا اعترف، أصل أبونا هي السبب أنا ما عملتش حاجة، وهي تروح لأب اعترافها يا أبونا أصل هو السبب، وهو يتناول وهي تتناول. كنت أعرف أسرة واحد وزوجته قعدوا فترة طويلة متخاصمين، وهي كانت تقول لي يوم الحد هو لازم ينزل ويروح الكنيسة ويتناول، بس هو نازل يرزع الباب عشان أسمع أنه هو إيه نزل، ولما يجي يرزع الباب عشان تعرف ان هو جه، ما متخاصمين ما بيتكلموش، ويحط لي قربان على الترابيزه. طب اي قربان على الترابيزه ويدخل اوضته ويكمل الخصام ويجي الحد اللي بعده يعمل كده؟ ده الكتاب بيقول ان اردت ان تقدم قربانك امام المذبح وتذكرت ان لاخيك عليك شيئا، ربنا عايز القربان، اترك قربانك اذهب اصطلح مع اخيك، حينئذ تعالى وقدم قربانك باستحقاق. الاساس البيت المسيحي هو البيت اللي هيكون فيه المسيح. وصية اخيرة بقولها لما يكون الزوجين بيركعوا قدام المذبح، اقول لهم خلي المسيح هو اللي يحمي بيتكم، مش انتوا اللي تحموا، حط المسيح حتة صغيرة في بيتك، واوعوا تتخاصموا. الوصيتين دول، المسيح زي الهرم كده اللي يحمي البيت بتاعك جوه هذا الهرم، فهو اللي هيتلقى الصدمات الرياح الأمطار الأنهار، محمي جوه المسيح. وبعض الناس مخلي بيته هو الهرم والمسيح جزء صغير في حياته، أهو مرة يروح كنيسة مرة يعترف مرة يصوم. البيت المؤسس على المسيح هو هذا البيت المؤسس على صخر. أرجع تاني للشاهد اللي قلته من لوقا البشير الإصحاح السادس ومن معلمنا متى البشير الإصحاح 24، كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، ده السيد المسيح بيقول كده، يشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار ووقت على ذلك البيت فلم يسقط، لم يسقط لم ينهار هذا البيت، لأنه كان مؤسسا على الصخر وهو السيد المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين، أشكر محبتكم، أذكروني في صلواتكم، ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد آمين.